ديربي القاهرة، ديربي بين الأهلي والزمالك، مباراة ولا تقدم ولا تأخر في الدوري، لكن زي ما كلنا عارفين إن الديربي بيبقى ليه طعم خاص. لو الفريق اللي فاز بيقعد يحفر على فريق خسران، فريق خسران بتبقى ليلة تعيسة عليه جدا، فالديربي بيبقى مختلف عن أي مباراة في الدوري، حتى لو الديربي ده مش هيحسم حاجة في الدوري. فجايين النهاردة عشان نتكلم عن نقط ضعف الأهلي ونقط ضعف الزمالك وقوة الأهلي وقوة الزمالك، وإزاي ده يلعب وإزاي ده يلعب وتشكيلات المتوقعة وتوقعات المباراة، وهنتكلم عن كل حاجة. قبل ما نخش في الحلقة انزل اعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نخش في الحلقة. خلونا في البداية نتكلم عن التشكيلات المتوقعة، وبعد كده نتكلم عن الطريقة المتوقعة، وبعد كده نخش بقى في نقطة الضعف ونقطة القوة. وخلينا نبدا من الاهلي. الاهلي هيبدا بنسبه كبيره محمد الشناوي قدام ياسر ابراهيم وايمن اشرف لغياب محمود متولي للاصابه، ربنا يعافيه ويرجع على طول. هيلعب على الناحيه اليمين بنسبه كبيره احمد فتحي، على الناحيه الشمال علي معلول، هيلعب الاثنين في نص الملعب. وهنا بقى يجي الغلط، هل هيلعب عمرو السوليه واليو ديانج، ولا هيلعب عمرو السوليه وحمدي فتحي؟ انا وجهه نظري يلعب عمرو السوليه وحمدي فتحي، وهنيجي بعد كده قدامه اقول لكم ليه يلعب الاثنين دول. بس انا وجهه نظري يلعب حمدي فتحي وعمرو السوليه، وقدامهم قفشه والاطراف. في كلام كتير ان الاطراف ممكن ما يبقاش فيه عند الاهلي وينجات، احمد شيخ مصاب، بيقول جيرالدو مصاب، بس انا وجهه نظري ان هيلعب نفس تشكيله فايلر، وحتى لو مش اطراف هيحاول يدصم اي دنيا يلعب اطراف، ويلعب مثلا وليد سليمان واجاي وقدام رام محسن، ويحاول يصنع اطراف. وسمعت اخبار اللي هو ممكن يغير طريقته، واللي هو يغير طريقته يبقى مفيش غير طريقه واحده بس 4-4-2، بس 4-4-2 فلات، يبقى محتاج برده اطراف. هو يلعب 4-4-2 دايموند، يلعب بثلاثه في نص الملعب اليو ديانج وحمدي فتحي والسوليه قدامهم قفشه، بس كده بنسبه كبيره يبقى فايلر بيقتل الحته الهجوميه عند الاهلي. خلينا نتكلم، خلينا طالما بدانا بالاهلي نتكلم عن القوه بتاعه الاهلي. والاهلي بيعتمد على حاجتين، الحاجه الاولى وهي الاطراف سواء ميلو الجاب او الباك، والاعتماد الاكبر بيبقى على علي معلول الباك ليفت بتاع الاهلي. علي معلول بيبقى قوه ضاربه للاهلي سواء تسديدات او عرضيات من علي معلول، فانت لو عرفت تبرع علي معلول بنسبه كبيره هتقتل الحته الهجوميه عند الاهلي بنسبه نوعا ما مثلا تخرج 80%. الحاجه الثانيه الاهلي ممكن يبقى بيركز عليها، او الجمله اللي فايلر بيعملها على طول، وهي الجمله اللي بيقعد يجمع لها في اتجاه ويجمع لها في ناحيه، ومره واحده يرسل الكوره في الناحيه الثانيه على طول ويغير الملعب. ما شفناها في كذا مره دوري ابطال افريقيا، في الدوري شفناها كذا مره، ان فايلر اعتماد اللي هو يتجمع لعب في مكان ويحول الكره للمكان الثاني، وده يخلينا نتحول على الزمالك. الزمالك بنسبه كبيره التشكيله المتوقعه اللي يلعب بيها هي ابو جبر في حراسه المرمى، قدامه محمد علاء والونش، عبد الشاف في اليمين، حازم امام لو متعافي في عبد الشاف الشمال، وحازم امام لو متعافي في اليمين. يلعب في نص الملعب فرجاني سيسو وطارق حامد، يلعب قدامه اوباما. ناحيه الشمال بنسبه كبيره بيلعب بين شرقي، وناحيه اليمين هنا برده يجي اللقطه، يلعب احمد سيد زيزو ولا يلعب بيونان. احمد سيد زيزو دفاعيا افضل من نجم، لكن هجوميا ما عندوش حلول، ونجم هجوميا افضل من زيزو دفاعيا برده نوعا ما مش قد كده. فانا بس انا وجهه نظري انك تبدا بنجم. ليه؟ لان نجم في الحته الهجوميه بيبقى عنده حلول عن زيزو، ونجم بيعرف يحط الكره تحت رجله ويمشي بيها مسافات طويله ويقدر يهدد مرمى الاهلي، لكن لكن زيزو الناحيه الهجوميه عنده، او اللي هو ياخد الكره ويقعد يجري بيها مسافات طويله، ده مش بتاع زيزو. اه بيبذل مجهود كبير، زيزو بيجري كتير في ارض الملعب، لكن مش من اللعيبه المهاريه اللي يمسك الكره تحت رجله ويجري بيها كتير في ارضيه الملعب. وبرده قوه الزمالك متمثله في الاطراف سواء نجم او بن شرقي، ولكن لو الاطراف على الزمالك مقفوله عادي جدا انه يحول التشكيله او يحول الطريقه ويبتدي يخترق من العمق، في ظل اللي هو عنده في العمق اوباما وعنده كمان اساسي، وممكن بن شرقي يخش جوه الملعب. وهنا ننقلنا عن نقطه الضعف بتاعت الاهلي اللي نتكلم فيها بالتفصيل نوعا ما شويه. نقطه الضعف اللي بتكلم عندها عند الاهلي، وهي الاهلي بيلعب دفاع متقدم جدا، ويقارب ان الدفاع المتقدم ده يوصل لنص الملعب بتاع الفريق الثاني او نص الملعب بتاع الاهلي ويلعب بدفاع متقدم، وده بيخلي لعيبه اثنين نص الملعب يندفعوا للامام سواء عمرو السوليه او حمدي فتحي، الاثنين يندفعوا للامام، واللي بيبقى فيه مساحات ورا الدفاع كتير جدا. شفتها حتى في ماتش اسوان، ان انت لما عملت دفاع متقدم اسوان عرفت تضربك في المساحات اللي ورا في ظهرك، فانت لو المساحات اللي في ظهرك دي سبتها للزمالك بسرعات زي اوباما زي حسام محمد زي نجم زي بن شرقي هتتضرب بكل سهوله. لكن لو فكرت شويه ولعبت مثلا الدفاع ما بيبقاش متقدم او نص ملعب وتراجع
يطلع بيه شويه لورا ممكن يفيدك نوعا ما، يبقاش فيه مساحه في ظهر المدافعين. الحاجه الثانيه وهي نص الملعب، نص ملعب بتاع الاهلي عمرو السوليه وحمدي فتحي عمرو السوليه قال ديانج فيلر بيديلهم الحريه وبيحررهم ان هم يطلعوا لقدام، واحيانا كتير بتشوف الاثنين بتوع نص الملعب طالعين لقدام والمدافعين لقدام وفي مساحات في ظهره، والاهلي لازم يعمل حته لو عايز فعلا يقفل على الزمالك نوعا ما شويه، يخلي حمدي فتحي يلعب عمرو السوليه وحمدي فتحي، ويخلي حمدي فتحي قدام الاثنين المدافعين. لما حمدي فتحي بيلعب قدام الاثنين المدافعين هيقدر يفسد لك الهجمه المرتده بتاعت الزمالك، وكمان هيخلي اللعيبه اللي بتنزل ما بين الخطوط ما يبقاش ليها خطوره زي مثلا من شرقي، من شرقي بيخش ما بين الخطوط كتير وبيخش لجوه كتير وبيحاول يسترسل ما بين اللعيبه دي لحد ما يخطف كوره ويلف ويضربك بيها. فانت عايز تلعب الزمالك او تقفل على الزمالك العب دفاع متقدم، بس انت ما تدفعش دفاعك متقدم يعني تلعب بيه مثلا تحاول تراقب الزمالك في 60 متر في نص ملعبه بس، لا ده صعب اللي انت تلعبه ضد الزمالك. خلينا الناحيه الثانيه كارتيرون الطريقه اللي متعارف بيها ان هو هيلعب دفاع كومباكت، هيقفل جدا المساحات، هيضايق المساحات جدا، هيقف في نص ملعبه وهيحاول يضربك بالهجمه المرتده. بس في فرق ان انت تقف في نص ملعبك وبتدافع قوي، واقف مثلا او بترجع لعيبتك لنص نص ملعبك، وده هيدي حريه كبيره قوي للاهلي في تحضير اللعب واللي يلعب عليك دفاع متقدم وانه يهدد مرماك. والحاجه الثانيه انت تلعب دفاع متقدم، تلعب دفاع متاخر او تلعب الدفاع او تتراجع لنص ملعبك، بس مش لنص نص ملعبك، تلعب ماشي ارجع زي ما انت عايز، اعمل انت عايزه في الدفاع، لكن ما تبقاش راجع قوي عشان لما تحول من الدفاع للهجوم في الهجمه المرتده ما يبقاش فيه مساحات او تبقى وتاخد وقت كبير عقبال ما توصل للناحيه الهجوميه، لا حاول تلعب نوعا ما دفاع لورا شويه او تتراجع لورا شويه، ما تبقاش مندفع ضد الاهلي، بس ما تبقاش راجع قوي قوي يعني، يبقى راجع مثلا لنص ملعبك ماشي، دافع لنص ملعبك، وعشان لما تقطع الكوره من الاهلي في قرب نص ملعب الزمالك او في نص ملعب الزمالك تحول الدفاع للهجوم ما يبقاش صعب، تحول الدفاع للهجوم يبقى سلس، وانت تجري في دفاعات الاهلي اللي ما بيلعب دفاع متقدم عليك في مساحات في ظهره تقدر تستغل المساحات اللي في ظهره دي بسرعه جدا وما تاخدش وقت كبير من التحول من الدفاع للهجوم. اتكلمنا عن نقط ضعف الاهلي، تعالى نتكلم عن نقط ضعف الزمالك شويه. نقط ضعف الزمالك متمثله نوعا ما في حاجتين، الحاجه الاولى نص ملعب الزمالك. واحد يقول لي ازاي نص ملعب الزمالك يا معلم انت عبيط في طارق حامد في الجينيس؟ هقول لك ايه نص ملعب الزمالك. نص ملعب الزمالك طارق حامد بيبذل مجهود كبير جدا وبيضغط على المنافس بمجهود كبير جدا، لكن فرجاني ساسي كسول نوعا ما، وكسل فرجاني ساسي ده بيخلي فريق الخصم بيحاول يخترقك من العمق كتير جدا، بيحاول يضغط على نص ملعبك كتير جدا، فانت هتحاول تبذل مجهود اكبر وتحاول تدي تكلفه للاعبين يغطوا على كسل فرجاني، زي مثلا اوباما، تخلي اوباما يرجع نوعا ما لورا يساند الاثنين نص ملعب فرجاني وطارق حامد علشان الاثنين ما يتسوحوش، يبقى في ضغط عليهم في نص الملعب، علشان لو سبت الاثنين فرجاني وطارق حامد لوحدهم في نص الملعب هتضغط عليهم كل شراسه في نص ملعب الاهلي، وهتحاول بعد كده بقى اللي انت تتلصم الفريق اللي انت فرجاني كسول نوعا ما وطارق حامد بيضغط وبيبذل كل مجهوده وبيعمل كل اللي هو عارفه وكل اللي هو يقدر عليه، لكن نص الملعب اللي جنبه مش مساعده، فده خلى الزمالك نقطه ضعفه او النقطه اللي ممكن الاهلي يخترق منها هي العمق، يتخلى عن اطرافه ويضغط من عمق ملعب الزمالك. بس خلينا نروح الحته عند الاهلي، هو هل نص ملعب الاهلي او العمق بتاع الاهلي قوي؟ الاهلي زي ما قلت لكم بيعتمد على الاطراف بشكل كبير جدا، وعمق بتاع الملعب بتاع الاهلي او الشغل من عمق الملعب مش احلى حاجه عند الاهلي او مش افضل حاجه عند الاهلي او ضعيف في الحته دي، ان انت لو قفلت على اطراف الاهلي بنسبه كبيره هتفقد الهجوم بتاع الاهلي او تخلي هجومه ضعيف، لان العمق بتاع الاهلي مش احسن حاجه مش افضل حاجه، فالر مش بيعتمد عليه، والعمق بتاع الاهلي اللي هو الضغط مثلا يضغط عليك من نص الملعب او يخترق من نص الملعب دي صعبه والاهلي بنسبه كبيره مش هيعملها. والحاجه الثانيه نقطه الضعف الثانيه عند الزمالك وهي الباك الشمال عبد الشافي. عبد الشافي دفاعيا نوعا ما مش افضل حاجه، التحامات مش اقوى حاجه بحكم السن، والحاجه كمان الاكبر التغطيه العكسيه، ان عبد الشافي لو او الاهلي لما بيعمل الحته اللي بقول لكم عليه اللي هو يجمع اللعب في اتجاه وبعد كده يحول الكوره من الحته دي للحته الثانيه بكوره عكسيه على طول، بتعتمد ان الباك اللي بيبقى الناحيه اللي بتتحول الكوره عنده بيغطي تغطيه عكسيه مميزه، لكن عبد الشافي في الحته دي التغطيه العكسيه بتاعته مش افضل حاجه، وشفناها مثلا في السوبر المصري بتاع 2017 كان في برج العرب الزمالك خسر فيه 3-2، التغطيه العكسيه بتاعت عبد الشافي مش افضل حاجه، فانت الحته دي لازم لو الاهلي ركز عليها ممكن يضرب الزمالك بجون وباثنين من الحته دي، لو الزمالك ركز على الحته دي وخلى الوينج بتاع اللي قدام عبد الشافي يرجع لورا ويساند عبد الشافي في الحته الدفاعيه هيفيد جدا الزمالك، لان التغطيه العكسيه بتاعت عبد الشافي مش افضل حاجه، يبقى في مساحه في ظهره للوينج اللي الكره لما تتحول له يقدر يخترق بيها جدا يخش لعمق الزمالك وممكن يهدف منها.
حاجه تانية ونقطه القوه الثانيه، نقطه القوه نوعا ما عند الاهلي هي علي معلول. بس علي معلول لو لوحده في الناحيه دي او بيشتغل من ناحيه الشمال لوحده بيمثل قوه كبيره، لكن لو بيشتغل معاه وينج الحته في الحته دي وينج بيقدر يسنده زي مثلا جونيور اوجيه حاليا لو بيلعب قدام علي معلول وبيقدروا يسندوا بعض هتشكل قوه كبيره جدا عند الاهلي. شفنا كتير جدا علي معلول لما كان بيعمل ثنائيات مع كهرباء مع رمضان، وهو لو وجاي لعب في الحته دي هيعرف يعمل معاه ثنائيه كويسه جدا عشان كانوا بيلعبوا اصلا قدام بعض في الصفاقسي وبيلعبوا جدا يعني احيانا بيلعبوا قصاد بعض برده في الاهلي. فانت لو لعبت اوجاي قدام علي معلول هتعرف تضرب الزمالك وتعمل ثنائيات على حازم امام. بس الكلام اللي قلت لكم ده كله ده ما يديش ايحاء ان الزمالك عنده افضل لاعبين او الزمالك في لعيبته في افضل فورمه والاهلي لعيبته في افضل فورمه، لا الاثنين لسه الاثنين راجعين بعد التوقف لسه رجليهم مش في الملعب لسه مش افضل حاجه. نجم فريق هنا علي معلول مش افضل حاجه، نجم فريق هنا اشرف بن شرقي مش افضل حاجه. فانت فريقنا عندك مش افضل حاجه، بس ما تقعدش تتفرج على المباراه اللي انت مستني مثلا الماتش يخلص 3-0 الفريق المنافس او 3-0 ده، لا اتفرج على المباراه عارف ان الفريقين مش افضل حالاتهم، ولو فريق قدر يتفوق على الفريق الثاني يبقى من الخصم ان الخصم مش في افضل حالاته، سواء الاهلي تفوق على الزمالك الزمالك مش افضل في حالاته عشان نحكم ان الاهلي تفوق تكتيكيا وكل حاجه عن الزمالك، ممكن ده نشوف ان فريق يتفوق تكتيكيا عن الفريق الثاني، لكن الفريقين مش في افضل حاله ليهم. نراجع سريعا قوه ضعف وقوه نقطه ضعف ونقطه قوه عند الفريقين قبل ما نخش على التوقعات. زي ما قلت لكم نقطه قوه الاهلي علي معلول، وكمان يبقى نقطه قوه ضريبه لو بيلعب قدام وينج بيعرف يعمل معاه ثنائيات. والحاجه الثانيه الجمله المعروفه اللي بيلعب من ناحيه الشمال اليمين او من اليمين للشمال في الكره العكسيه لما جمع لعبه في حته ويحولها للحته الثانيه. ونقطه الضعف عند الاهلي هي الدفاع المتقدم والمساحات في ظهره واللعب ما بين الخطوط بتاعه الاهلي لو الاثنين بتوع نص الملعب مندفعين. نقطه قوه الزمالك وهي متمثله في الاطراف برضو نجم بن شرقي واوباما ومصطفى محمد، الرباعي دول نقطه قوه كبيره جدا للزمالك لو الرباعي دول او حتى ثلاثي منهم او حتى اثنين في افضل حالاته هشكل ضغط كبير جدا على دفاعات الاهلي. نقطه القوه الثانيه عند الزمالك وهي العمق، لو الاطراف اتقفلت يقدر بكل سلاسه يغير الطريقه انه يعتمد على الاطراف انه يعتمد على العمق على فرجاني ساسي وعلى اوباما وخلي بن شرقي كمان يخش العمق ويعتمد عليه. نقطه القوه نقطه القوتين الزمالك الاطراف والاطراف مقفوله يقدر يخترق من العمق بكل سلاسه. ولو الزمالك كمان قدر انه يلعب في ظهر علي معلول كويس جدا هيعرف يضرب الاهلي بكل سهوله، لان كل الفريق او كل الفرق اللي بتلاعب الاهلي بتحاول تضربه من ناحيه علي معلول. فلو الزمالك قدر يلعب في الحته دي كويس والجبهه بتاعت علي معلول هيبقى فيها حازم امام ونجم، لو الاثنين دول مع بعض يعرفوا يضربوا علي معلول كتير جدا. ودي كانت نقطة قوة عند الاهلي ونقطة ضعف ونقطة قوة عند الزمالك. ونقطة ضعف نقطة طبعا عند الزمالك وهي الباك الشمال عبد الشافي، لو لعبت في ظهره في التغطية العكسية او لعبت في ظهره بشكل كبير تعرف تخترقه. والحاجة الثانية لو ضغطت على اثنين نص الملعب مفيش مساندة من اوباما لنص الملعب هتعرف تخترق الزمالك ونص الملعب لان كسل فرجاني ساسي بيغطي على مجهود طارق حامد. فانت الباك الشمال نص الملعب نقط ضعف عند الاهلي كبيرة جدا عند الزمالك كبيرة جدا. كان هنا نقطة قوة ونقطة ضعف هنا وكان هنا نقطة قوة ونقطة ضعف هنا. تعالوا بقى للتوقعات. انا توقعي لمباراة الاهلي والزمالك هي فوز الزمالك على الاهلي. قول لي توقعك انت في الكومنتس في مباراه الديربي مين اللي هيكسب الاهلي ولا الزمالك، قول لي كمان توقعك لشكل الفريق ايه، وقول لي انت من وجهه نظرك مين نقطه قوه عند الزمالك ونقطه ضعف عنده، ايه نقطه قوه عند الزمالك وايه نقطه ضعف عنده. قول لي رايك في كل حاجه في الكومنتس في الحلقه، ولو الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان تجيك الحلقات اول باول. وتابعونا الحلقه تابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن بتاع فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن بتاع، ومش على فيسبوك بتويت على تويتر كمان يا مصطفى عشان الحلقه الجايه. سلام.